مساء الخيرات، مكالمة هاتفية على 911 ما حد بيحكي فيها أي كلمة إلا إنه رجال الشرطة مباشرة بيتحركوا على المكان، بيوصلوا للبيت الموجود أمامنا. باب الجراج مفتوح، أحد الأبواب الجانبية مفتوحة. لما يدخلوا رجال الشرطة، وللأسف الشديد كارثة موجودة داخل المنزل. تفاصيل مثيرة ومؤلمة كالعادة بعد الفاصل نسمع. وخليني أبدأ بإني أعرفكم على سكان هالمنزل. ريك وامسي زوجته سوزي، اللي بيعرفوا بعض من فترة الهاي سكول في منطقة أوكلاهوما خلال فترة السبعينات. هلا هم ما كانوا حبيب وحبيبة، إلا إنه لما هو يروح على جامعة أوكلاهوما، هي بتروح على كلية خاصة يعني أهلية بسموها محلية. anyway خلال هاي الفترة بيتعرفوا على بعض، يبدأ الحب يبدأ الغرام، بيتم الزواج. وفي عام 1978 بيكون عندهم البنت الأولى واللي هي سارة. بعد 6 سنوات الابن الثاني اللي هو أندرو. ريك كان يعمل محاسب قانوني، هالشيء تطلب منه إنه هو يزور أكثر من ولاية يعيش فيها بسبب طبيعة عمله. كان يعمل في الشركات الكبرى، غاز بترول، رجل ناجح بكل المواصفات والمقاييس. في النهاية هم بيستقروا في تكساس، بيشتروا منزل في واحدة من المناطق الراقية جدا. هم في مدينة فورت وورث المعروفة، في واحد من الأحياء الراقية واللي هو مانسفيلد. الحكي في العام 2003. وبهاي الفترة ريك وسوزي هم جد وجدة، لأنه البنت اللي هي سارة متزوجة عندها أولاد. ابنهم اللي هو أندرو يعني زي بيدرس بعض الكورسات في واحدة من الكليات المحلية، يعمل في نادي من نوادي الغولف. أندرو خلال هاي الفترة عمره 19 عام تقريبا. هلا على مدى 25 عام سوزي تعيش حياة زوجية سعيدة جدا. بيحتفلوا بعيد زواجهم 25 في شهر جولاي من العام 2003. احتفال جميل جدا يضم جميع أفراد العائلة. هي بهاي الفترة تستعد للاحتفال بعيد الكريسماس 25 مع أفراد العائلة. بتعرفوا شجرة عيد الميلاد مزينة المنزل، الأجواء الجميلة مستعدة للاحتفال. إلا أنه وللأسف الشديد بتوصل المكالمة اللي حكينا عنها في بداية القصة. هاي المكالمة بتوصل بتاريخ 11 ديسمبر الساعة 11:41 مساء. هلا لما يردوا الموظفين، ما في أي شخص على الطرف الآخر، إلا إنه سريعا تتحرك دورية من رجال الشرطة على منزل عائلة وامسلي. اللي بيوصل أول هو ضابط باتريك نوت، بعد هيك بيوصلوا مجموعة من زملائه. هلا بينتبهوا زي ما حكيت إنه باب الجراج مفتوح، أحد الأبواب الجانبية مفتوحة. أول شيء هم بيحاولوا يشوفوا من النوافذ، من الأبواب الخارجية، إذا في أي شيء مخيف ملفت للنظر. إلا إنه هدوء شامل في المكان. أول ما يدخلوا على المطبخ بينتبهوا إنه جهاز الهاتف، بتعرفوا هم بيضعوه على الحائط، يبدو إنه حد شاله وعمل منه هاي المكالمة، تركه على الكاونتر في المطبخ. مباشرة بيتحركوا باتجاه الليفينج روم. هناك وللأسف الشديد بيتم العثور على الجثة الأولى واللي هي جثة سوزي. هي جالسة على الكاوتش، لما يلمسوها بتكون باردة، دليل على حدوث الجريمة من فترة. الآن في منطقة قريبة جدا منها على الأرض موجود زوجها اللي هو ريك، واضح إنه هو غارق في بركة من الدماء.
مباشرة طبعا بيطلبوا تعرفوا سيارات الإسعاف، إلا أنه الساعة 12 و17 دقيقة بيتم الإعلان عن وفاتها لسوزي ووفاته لريك، حالة من الصدمة في المجتمع اللي هم بيعيشوا فيه، لأنه المفروض لأنه هو مجتمع آمن. مباشرة بيتم تحويل الجثث على الطب الشرعي اللي بيأكد مبدئيا أنه هم قتلوا بالرصاص. يبدو أنه سوزي قتلت برصاصة، إلا أنه هي تعرضت أيضا لسبع طعنات، يقال أنه جميع هاي الطعنات بعد الوفاة. يبدو أنه سوزي كانت تشاهد التي في، بتعرفوا نعسات، نامت، هنا تعرضت لهالهجوم الشرس. هلا بيبدوا يفتشوا هاي الغرفة بالقرب من الفاير بليس، بيتم العثور على بصمات كف على الأغلب هي تخص الشخص القاتل. أيضا بيتم العثور على رصاصة في المكان، بيتم العثور على قطع بلاستيكية من مشبك للشعر لونه أزرق، بالإضافة لقطعة بلاستيكية أخرى. الآن نروح لريك الضحية الثانية. واضح جدا انه هو ايضا قتل بالرصاص، الا انه ما كان الموضوع سريع زي ما صار معها لسوزي. مبدئيا الهجوم بيبدا بغرفه النوم، لانه في اثار رصاص على، تعرفوا هاي المنطقه اللي اعلى السرير. يبدو انه بعد ما صار عليه الهجوم هو هرب، حاول يدافع عن نفسه بشراسة. الدليل على ذلك أنه بيتم العثور على خصلة من الشعر في إيده اليسار، بالإضافة لبعض الشعر على ذراعه، دليل على أنه هو حاول يدافع عن حاله بكل قوة. تخيلوا أنه هو بعد ما أطلق عليه الرصاص تم طعنه 11 مرة تقريباً. جميع هاي الطعنات كانت في منطقة ظهر. الآن على طول بيحولوا الشعر، تعرفوا المشبك اللي حكينا عنه سابقا، على مختبرات الأدلة الجنائية للحصول على عينة دي ان ايه. مبدئيا بيخطر على بالهم انه هي عملية سرقة، بيبدوا عادي يفتشوا اذا في اشياء ثمينة مفقودة من المنزل، الا انه هم سريعا يستبعدوا هاي الفرضية. اول شيء ما في اثار دخول بالقوة على المنزل، ما في اي اشياء ثمينة مفقودة، بالاضافة لانه تم العثور على مبلغ 15,000 دولار موجودة في غرفة الماستر بيدروم، ما كانت مخفية بشكل كافي، دليل على انه اللصوص المفترضين ما فتشوا المنزل ابدا. الآن بيبدوا يسألوا الجيران، أفراد العائلة، الأصدقاء، إذا هم إلهم أعداء. ما في أي شيء من هالقبيل، وحتى زملاء العمل، هو يعمل من مكتب داخل منزله، ما في إله هالرجل أي أعداء. الآن يتحولوا إلى الدائرة الداخلية، البنت سارة، أخوها أندرو. هلا هم بيعرفوا انه تم طرد البنت سارة خلال فترة المراهقة من المنزل، لانه بدأت تصرفاتها غير مقبولة للوالد والوالدة. لما يكون عمرها 19 عام بتكون في علاقة غير صحيحة مع احد الاشخاص، تصبح حامل، هو والد طفلتها واسمه تود كليفلاند. وحتى العلاقة بين سارة وأخوها ما بتكون علاقة جيدة، دايما مختلفين، دايما بينهم مشاكل. هلا أفراد هاي العائلة كان دايما عندهم شعور بأنه أي حد بيصاحبهم هو لمصلحة، لأنه هم من العائلات الثرية. واضح جدا انه مبدئيا في بعض المشاكل بين افراد العائله. هلا الوالد الوالده كان عندهم سياسه معينه، ما دام انت ملتزم بتروح مدرسه، بتروح كوليج، احنا متكفلين بجميع مصاريفك، في حاله انه تركت الدراسه ما الك مكان داخل المنزل. هلا مبدئيا سارة ما بيمشي هالحكي معها، لانه من فترة المراهقة هي بتبدأ مشاكلها. بالنسبة للشاب الاخر اللي هو اندرو، بيروح كوليج، هم موجود عندهم بالبيت، ما بيدفع اي مصاريف، هم متكفلين بجميع مصاريفه، الا انه للاسف الشديد هالشاب زي ما بيحكوا يخل بالاتفاق
بيترك الجامعة. هلا لما يعرفوا الوالد والوالدة انه هو ترك الجامعة ما بيطردوه خارج المنزل، الا انه يتوقفوا عن اعطائه مصروفه، بعض الامور المادية. هو ما زال يعيش معهم داخل المنزل، الا انه يمضي الكثير من الوقت مع مجموعة من الاصدقاء في هالمكان او المطعم الموجود امامنا، اي هاب. خلال وجوده في هالمكان يتعرف على الفتاة الموجودة أمامنا، واللي هي تشيلسي ريتشاردسون، اللي بعرفه عليها هو أخوها. صحيح العبارة، بعرفه على هاي البنت. تبدأ بينهم علاقة ممكن نحكي عنها إنه هي علاقة غرامية. والآن نرجع لمسرح الجريمة، للأحداث اللي بدينا فيها القصة. هلا سارة بتعرف عن نبأ وفاة والدتها في صباح يوم حدوث الجريمة، إلا إنه أخوها أندرو ما معروف وين هو. على طول رجال الشرطة يتوجهوا لوسائل الإعلام بطالبوا أي حد بيعرف معلومات عنه لأندرو، عن سيارته الموستانج موديل 98، إنه يتواصل مع رجال الشرطة. وفجأة بيوصل أندرو بتوصل صديقته تشيلسي على منزل العائلة خلال عمل فرق الأدلة الجنائية. على طول رجال الشرطة بيطالبوهم بأنه هم يروحوا على مركز الشرطة. هم بخبروا المسؤولين أنه هو مع تشيلسي كانوا في بيتها، بدوا يسمعوا الأخبار، لهيك على طول إجوا على المنزل. بيعملوا معه مقابلة في المركز مدتها 45 دقيقة. واضح جدا من كلامه ومن كلامها إنه هم عندهم حجة غياب، ما في دليل على إنه هو له علاقة بهاي الجريمة. واضح إنه هو ما تواصل معهم من عدة أيام مع والده ووالدته. هلا كان في بعض الخدوش يعني على جسمه لهالشاب، إلا إنه ما أثارت شكوك رجال الشرطة مبدئيا. هو بوقع على زي ما نحكي التزام بأنه يتم تفتيش سيارته الموستانج. بعد هاي المقابلة هو يلتقي أخته سارة، بيحكي لها أنه على الأغلب رجال الشرطة رح يجدوا بعض الدماء في سيارتي، لأنه في مرة من المرات والدته بتجرح إصبعها بتركب هاي السيارة. رواية صديقة تشيلسي تدعم تماما روايته لأندرو، إنه هم على مدى اليومين اللي مضوا هم مع بعض ما ابتعدوا عن بعض أبدا. هم بالمناسبة علاقتهم بتبدأ في خريف العام الماضي، من أول ما تعرفوا هم على طول مع سوا. هم طوال الوقت موجودين زي ما حكيت في مطعم آي هوب حتى ساعات الصباح الأولى. بيلعبوا لعبة يابانية غريبة شوي اسمها يوكيو ماستر دول. خليني أحكي لكم شو هي هاي اللعبة بشكل بسيط. هاي اللعبة هي عبارة عن مجموعة من البطاقات، كل بطاقة فيها هيك شخصية خيالية، وحوش، عالم غريب جداً. الشخصية الرئيسية هو شاب طفولي ضعيف جدا، إلا إنه لما يلعب الألعاب يتحول إلى بطل. هاي اللعبة اللي بيمضوا معظم وقتهم هو أندرو مع أصدقائه بيلعبوها. أندرو مع صديقته تشيلسي مهووسين بهاي اللعبة. هلا بيبدو الآن بعد فترة يخطط هو وهي للزواج. والدتها واللي هي سيليا بتكون مهووسة بهالشاب اللي هو أندرو. هي مع فكرة زواج بنتها منه، إلا إنه في المقابل والده ووالدته هم ضد الفكرة تماما. بتعرفوا لأنه هي بيئات مختلفة بعيدة عن بعضها كل البعد. عائلة سوزي من العائلات الثرية، في المقابل عائلة تشيلسي عائلة بسيطة جدا.
تشيلسي مع عائلتها بعيشوا في حي من الأحياء الفقيرة، تعتبر يعني فقيرة في الولايات المتحدة، اسمه إيفرمان. في المقابل عائلة صديقها بعيشوا في منزل تقدر قيمته بأكثر من 1,000,000 دولار. والد تشيلسي متوفي بسبب أزمة قلبية قبل عدة سنوات. الوالدة تعمل أحيانا 3 أعمال من أجل أنه يعني تساعد في مصاريف هاي العائلة. يقال عنهم أنه هم عائلة كريمة لطيفة، إلا أنه الناحية المادية تهم أفراد عائلة الشاب الآخر واللي هو أندرو. تشيلسي كانت فتاة معروفة جريئة في المدرسة، إلها العديد والعديد من الأصدقاء. يقال إنه أطلقوا عليها لقب بابلز لهاي البنت لأنه كانت شخصيتها مرحة جدا. هلا بيكون إلها صديقة أخرى لتشيلسي واللي هي فتاة لطيفة جدا اسمها سوزانا تولدانو. سوزانا خلال مرحلة من مراحل حياتها هي ووالدتها بيتعرضوا لبعض المشاكل المالية. هون عائلة تشيلسي بيستضيفوهم داخل بيتهم لعدة شهور، دليل على أنهم فعلا عائلة كريمة. في الليلة اللي صارت فيها الجريمة الثلاثة بيكونوا مع بعض، أندرو، تشيلسي، سوزانا. في واحد من أصدقائها لتشيلسي السابقين بيأكد هاي الفكرة إنه جميعهم كانوا موجودين عنده داخل البيت. الصديق السابق واللي هو جيرمي لافندر يتحدث معها لتشيلسي مكالمة طويلة جدا خلال الليل تستمر على مدى عدة ساعات. في النهاية هم عندهم حجة غياب قوية. الآن يبدأ حديثهم مع سارة اللي هي بنت هاي العائلة. بتحكي لهم على طول إنه هي عندها شكوك بإنه والد طفلتها اللي هو تاد ممكن يكون له علاقة بالجريمة، لأنه بالفترة الأخيرة بدأ بينهم خلافات مشاكل على هاي الطفلة الصغيرة. سارة بتخبر رجال الشرطة رواية غريبة صارت معهم أو حادثة في شهر نوفمبر. هلا هم راكبين سيارة والدها جيب شيروكي راجعين من تعرفوا يركبوا الخيول راجعين على البيت. بيحاولوا أنه يمروا على مكان يتناولوا طعام العشاء الغداء ياكلوا أي شيء. هون بيسمعوا صوت غريب جدا وكأنه شيء يضرب هاي السيارة. على طول ريك يتوقف على جانب الطريق حتى يفحص السيارة. المفاجأة يا جماعة، هو في البداية اعتقد انه حجر صخرة ضربت بسيارته، الا انه يتأكد انه هي رصاصة. الجميع في حالة من الخوف من الرعب. الغريب انه الوالدة سوزي بتعمل مكالمتين هاتفيات. المكالمة الاولى بتكون على ابنها اندرو بتسأله وين هو موجود، لانه هي واضح عندها شكوك بانه سيارة موستنج لونها ابيض تتبع افراد هاي العائلة من المزرعة. هلا لما يحكي لها انه هو مش في المكان الآن تتصل على رجال الشرطة. هي بتخبر رجال الشرطة عن هاي الحادثة، عن إنه هي كان عندها شكوك بإنه زوجها أو صديقها أبو طفلتها هو اللي كان يتتبعهم، إلا إنه هي متفاجئة ليش والدتها تواصلت مع أندرو. بيبدو عاد رجال الشرطة بهاي المرحلة يبحثوا في الأمور المالية. أول شيء بيعرفوا إنه في وثيقة تأمين بقيمة 1,000,000 دولار، المستفيد منها هي سارة أخوها أندرو. بيعرفوا أيضا إنه قيمة المنزل اللي بيعيش فيه أفراد العائلة تتجاوز 1.6 مليون دولار. في عندي مبالغ غير بسيطة من الكاش، مئات الآلاف من الدولارات، بالإضافة لعدد جيد من العقارات. على طول بيخطر على بالهم إنه ممكن يكون واحد من أبناء هاي العائلة نفذ الجريمة لهدف مادي.
هل هم يتتبعوا أبو بنت على سارة، واللي هو تاد بيعرفوا أنه هو بعيد تماما عن مسرح الجريمة، عنده حجة غياب قوية بيتم استبعاده. الآن يلجأوا إلى الطرفين الآخرين واللي هم سارة وأندرو. مبدئيا ما في بصمات، ما في DNA يدين أي واحد فيهم. الشيء الوحيد يا جماعة اللي بيتم العثور عليه هو آثار دماء تخص، ما حد عارف تخص مين بتول، لأنه واضح جدا أنه تم غسل هاي السيارة بشكل جيد. في النهاية ما بيعرفوا إلا أنه هي دماء. هاي الآثار موجودة على المقعد الخلفي لسيارة الموسينج اللي تخص الابن أندرو، موجودة على مسند الرأس في كراسي السيارة. وبمر عدة شهور بدون أي شيء جديد في هاي القضية، إلا أنه هم مستمرين في استجواب الأصدقاء الأربعة بالإضافة لسارة. هلا جيرمي اللي هو الصديق السابق لتشيلسي تحت القسم بيأكد أنه هم جميعهم في ليلة حدوث الجريمة كانوا موجودين داخل بيته. سوزانا أيضا تحت القسم بتعطي هاي المعلومات، إلا أنه قبل ما تغادر هي توافق على تقديم عينة تطوعية من الدي ان ايه اللي يخصها، وهون يبدأ التحول في هاي القضية. هاي البنت اللي هي سوزانا ما كانت كثير محبوبة في مدرستها، ما كان معروف عنها إنه هي ناجحة أكاديميا. هي بتيجي من منطقة إلينوي قبل عدة سنوات على هاي المنطقة. دائما هي وحيدة، دائما في خلافات مستمرة مع والدتها. تظهر في حياتها الفتاة اللي حكينا عنها واللي هي تشيلسي، بيصيروا صديقات أكثر من رائعات، لدرجة إنه في كتاب التخرج هي بتعمل إلها صفحة خاصة مع هاي البنت واللي هي سوزانا، حتى إنه هي بتكتب قصيدة عن هاي الصداقة بتسميها أصدقاء للأبد. الآن يا جماعة المفاجأة الكبرى إنه بتعرفوا خصولات الشعر اللي تم العثور عليها في إيد ضحية ريك، بالإضافة لتعرفوا المشبك الشعر DNA الموجود عليها يخصها لسوزانا. وبعد ما توصل نتائج المختبر بأنه DNA اللي يخصها هو اللي موجود داخل المنزل مباشرة، بيتم اعتقالها في شيكاغو. هي رايحة تزور أحد الأقارب. الآن هي تواجه تهمتي جريمة قتل ممكن توصل لعقوبة الإعدام. هي الآن لما تفكر إنه ممكن تواجه عقوبة الإعدام تبدأ بالحديث. في أول مرة بتحكي إنه هي كانت بصحبة رجل عمره 25 عام اسمه إيلاريو كاردينس. المفروض إنه هالرجل كان يحمل مسدس بحاجة إلى بعض المال. بتكمل إنه هو راح على منزل هاي العائلة وهو يحمل المسدس. هي موجودة خارج المنزل، بتبدأ تسمع صوت الرصاص، على طول بتركض للداخل. الآن الرجل اللي هو ريك يبدأ التوسل إلها بأنه يوقف إيلاريو هجومه على أفراد العائلة. لهيك خصولات الشعر اللي تخصها موجودة في إيده لإريك. المشبك أيضا موجود في المنزل. والآن حتى يتأكدوا من روايتها بيتم استدعائه لإلاريو. مين هو؟ هو مدير المطعم اللي كانوا دائما يسهروا فيه آي هاب. طبعا هي تدعي سوزانا بأنه هو تعرف على أنه أو عرف أنه أفراد هاي العائلة ثرية، لأنه هو أصبح صديق له لأندرو، عرف مكانهم، عرف المنزل. لهي قرر أنه يهاجم هاي العائلة لأنه بحاجة لكاش. هو رجل متزوج عنده طفلة واحدة. ولما يتم استدعائه لإلاريو ينكر تماما أي علاقة له بهاي الجريمة، إلا أنه هو بيخبر رجال الشرطة أنه بناء على رغبة أندرو
هو اشترى مسدس بقيمة 200 دولار. بيحكوا له الأولاد اللي هم أندرو، تشيلسي، سوزانا، إنه هم بحاجة المسدس حتى يدربوا على إطلاق النار. الآن رجال الشرطة بيحاولوا إنه يتأكدوا من هاي المعلومة. في النهاية بيوصلوا لواحدة من السيدات اللي تملك مزرعة من معارفها لتشيلسي، بيسألوها إذا تم استخدام هاي المزرعة في عمليات التدريب على إطلاق الرصاص. هي تؤكد هاي المعلومة. هي بتأكد إنه الثلاثة أندرو، تشيلسي، سوزانا هم اللي كانوا موجودين أو يتواجدوا في هاي المزرعة. يبدو إنه في بركة معينة داخل المزرعة هي كانت الهدف. هلا هي بتنكر إنه ولا مرة، أو بتحكي إنه هي ولا مرة شافت الرجل الآخر واللي هو إلاريو. وفي النهاية هم يخضعوا إلاريو إلى فحص الكذب، يجتاز الفحص. هلا هم بيروحوا على البركة اللي المفروض كان يطلق عليها الأولاد الرصاص، بيجففوها، يجمعوا عدد جيد من الرصاصات الفارغة. الآن هم متأكدين من رواية إلاريو من إنه هالثلاث أشخاص تدربوا على مدى عدة شهور على إطلاق الرصاص في النهاية بهدف تنفيذ جريمة. لما يواجهوا سوزانا بجميع هاي المعلومات بترجع بتغير الرواية. هم بدهم إياها في النهاية تعترف على صديقتها على أندرو إنه هم ساعدوها في تنفيذ هاي الجريمة. بتبدأ عاد تعطيهم تفاصيل كل شيء صار في هاي الجريمة. بتحكي لهم إنه خلال سهراتهم في هالمطعم اللي هو آي هاب هم كانوا يخططوا على مدى عدة شهور لتنفيذ الجريمة. الهدف إنه في النهاية أندرو يورث مبالغ ضخمة، ياخذ قيمة التأمين، يعيشوا حياتهم بكل أريحية. هاي خطة الشباب الثلاثة. الخطة كانت طبعا أندرو مع صديقته يزوجوا، في المقابل سوزانا تشتري سيارة جديدة تترك عملها اللي ما يدر عليها دخل جيد. هلا بعد ما يقنعوا المدير بأنه يشتري لهم المسدس يبدأوا التدريب. في النهاية بيوصلوا لنتيجة أنه الأكثر مهارة هي سوزانا. المحاولة الأولى إلهم كانت لما أطلقت سوزانا الرصاص على تانك البنزين المفروض إنه هي تصيبه، تنفجر السيارة، يحترق الوالد، الوالدة، البنت اللي هي سارة، إلا إنه تفشل المحاولة الأولى. الآن بعد ما تفشل المحاولة الأولى، تشيلسي تدخل بحالة من الغضب، بتلومها لسوزانا، تعتبرها إنه هي المسؤولة عن الفشل، إنه هي لازم تنهي المهمة. في واحدة من المرات بياخدوا هاي البنت سوزانا على منزل العائلة، بيخبوها في غرفة نومه لأندرو في واحدة من الخزانات. المفروض إنه هي تنفذ الجريمة، إلا إنه ما بيكون عندها الجرأة في هاي الليلة إنه تنفذ الجريمة. إلا إنه هم مصرين على تنفيذ الجريمة. بنوصل ل 11 ديسمبر من العام 2003. بتحكي سوزانا إنه في هاليوم هي تحمل مسدس، هي مع تشيلسي مع أندرو يدخلوا إلى المنزل، هي اللي حاملة المسدس، هم يحملوا السكاكين. أول شيء بتعمله إنه تجد الوالدة على الكاوتش مباشرة، توجه لها رصاصة، تبدأ البحث عن الوالد واللي هو ريك. بتعطيه الرصاصة الأولى إلا إنه هي تخطئها. الآن هو يستيقظ على صوت الرصاص. يبدأ بينها وبينه عراك شجار. على طول بيدخل ابنه اللي هو أندرو. تخيلوا البشاعة يا جماعة. بيبدأ هو يحاول إنه يتصرف، بيحكي لها إنه تترك المسدس، تاخذ السكين، تروح تتأكد إنه والدته متوفية. هي بتعمل زي ما هو بيحكي لها تماما. في النهاية خلال العراك الشجار بغادر الوالد غرفة النوم، بيوصل على المكان اللي قتلت فيه زوجته تقريبا.
هنا تظهر تشيلسي بيسألها الوالد وهو راكع على ركبه، لماذا لماذا؟ بيكون جوابها لأنه أنا حامل. بيحكي لها أنه هو راح يساعدها، يحاول يساعدها. هي بتخبر رجال الشرطة سوزانا أنه هي ما بتعرف مين اللي وجه الرصاص لريك، مين اللي قام بطعنه. هي تتولى مهمة طعن سوزي والدته لأندرو، تنهي المهمة بحسب تعليماته. تشيلسي تنكر أي علاقة إلها بالجريمة، بتحكي إنه لما تم القبض عليها هي متفاجئة، مش عارفة شو اللي صار بالضبط، إلا إنه خلال وجودها في السجن تبدأ في الحديث الثرثرة، تعترف أمام عدد جيد من الشهود اللي شهدوا ضدها بالمحكمة بأنه هي نفذت الجريمة، فخورة بالشيء اللي عملته، لا وكمان بتطالبهم بأنه يشهدوا معها. بالنسبة لسوزانا فهي بتعرف وعملت اتفاق مع المدعي العام انه تشهد ضد اندرو ضدها لتشيلسي مقابل انه ما يطالبوا بعقوبة الاعدام. بتبدأ المحاكمات. شهادة سوزانا ضده لأندرو ضدها لتشيلسي هي أساس هاي المحاكمات، بالإضافة لزملائها لتشيلسي داخل السجن. هلا صديقها بتتذكروه اللي هو جيرمي لافندر، الآن بيرجع بيسحب معلوماته اللي تتعلق بأنه هم كانوا عنده في بيته، وبالتالي هون راحت حجة الغياب. تخيلوا انه هم بيوصلوا لنتيجة انه هالشاب جيرمي هو شاب بسيط جدا تم التلاعب فيه. تشيلسي بتقنعه انه هي صديقته حبيبته، انه لازم يشهد معها خلال فترة التحقيقات، بتذكروا يكون بجانبها. في النهاية هو خلال هاي المحاكمة بيعترف انه هم ما كانوا معه، انه هو ما شافهم خلال هاي الليلة. الآن خلال هاي المحاكمات بيرسموا تشيلسي هالفتاة الجميلة المرحة على انه هي العقل المدبر لكل شيء. هي اللي استطاعت إقناعه لأندرو بأنه حياته رح تكون أفضل بدون أفراد عائلته، لأنه هم كانوا يرفضوها تماما. تلاعبت في صديقتها اللي يوما ما يعني هي إلها فضل عليها، ساعدتها في أنه تنفذ جريمة القتل. أيضا خلال هاي المحاكمة بيتم الكشف عن رسالة بعثتها تشيلسي لصديقتها سوزانا، تتوسل إلها إنه تضع اللوم على إيلاريو إنه هي حامل بطفل، وبالتالي ما تتحمل هي مسؤولية هاي الجريمة. بهاي الرسالة بتحكي لها إنه حاولي تضع اللوم على إيلاريو، إنه إحنا ما إلنا علاقة بهاي الجريمة، إنه هو كان بحاجة للمال من أجل عائلته لهيك هو نفذ الجريمة، إنه أنا حامل بطفل، دعي هالطفل يعيش حياته، يكون له مامي ودادي. في النهاية بدها إيلاريو هو اللي يتحمل المسؤولية. بتكمل إذا ما بدك تعملي هالشيء عشاني أكيد عشان الطفل، بتوقع بأنه هم صديقات friends forever bubbles لأنه هم كان يطلق عليهم هاللقب. هي لا حامل ولا شيء، مجرد محاولة للتلاعب بصديقتها. الآن يا جماعة ما في أي دليل مادي يربط تشيلسي الشاب الآخر اللي هو أندرو بهاي الجريمة، الدليل الوحيد هو شهادة سوزانا. لهيك المحاكمة ما كانت محاكمة سهلة، إلا إنه ولحسن الحظ هم يقتنعوا برواية سوزانا. في النهاية في محاكمة تشيلسي تداولت هيئة المحلفين لمدة 4 ساعات فقط، وجدت مذنبة بجريمة قتل، هي كان عمرها 21 عام بالمناسبة، هي وجدت مذنبة بجريمتي قتل. بالنسبة لأندرو هيئة المحلفين تداولوا لمدة 2 ساعة فقط، في النهاية هو وجد مذنب بجرائم القتل. تشيلسي يحكم عليها بالإعدام بالحقنة السامة. هلا بالنسبة لأندرو الابن، في النهاية هم بيوصلوا لنتيجة انه هو عنده بعض الأمراض الذهنية، يقال انه هو عنده مبدئيا بعض الفصام.
محاميين وبيكونوا جدا ماهرين يستغلوا هاي النقطة، ولا يحكم عليه بالإعدام، هو يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. تخيلوا انه محاميين بيوصلوا او بيكون عندهم قدرة يقنعوا هيئة المحلفين انه هو شاب مسكين ما له هدف في الحياة ابدا، ما عنده قدرة على فهم مشاعر الحب العلاقات. ما بعرف، غريب. بيكمل محاميينه انه ولا حد من افراد العائلة كان يساعد هالشاب مع انه هو عايش معهم داخل البيت. في كل الأحوال بيكون عمره 23 عام لما يحكم عليه بالسجن مدى الحياة. أول فرصة لإخلاء سبيله هي في العام 2044. الآن نرجع للرجل اللي هو ألاريو، بيرجعوا بيحاكموه لأنه هم بيوصلوا لنتيجة أنه هو يعني بشكل أو بآخر كان له دور في التآمر من أجل تنفيذ هاي الجريمة. يحاكم، توجه إلى تهمة التآمر، يحكم عليه بالسجن لمدة 50 عام. المفروض انه هو يمضي ثلث هاي الفترة داخل السجن، بعد هيك ممكن يكون عنده فرصة لإخلاء سبيله. أول مرة ممكن يطالب فيها هي بالعام 2023. هلا بالنسبة لتشيلسي اللي حكم عليها بالإعدام، هي 10 سنوات في انتظار الحكم. في النهاية بيرجعوا بيستأنفوا الحكم في العام 2012، بتخفف عنها عقوبة الإعدام إلى سجن مدى الحياة. هم في النهاية بيوصلوا لنتيجة إنه ممكن تكون سوزانا هي العقل المدبر لهاي الجريمة بعد هاي عملية الاستئناف، إنه تشيلسي هي تماما زيه لأندرو، ضحية لسوزانا. هم بيعتمدوا على مجموعة من التصريحات اللي بتحكيها سوزانا إنه هي مذنبة بهاي الجريمة أكثر من الآخرين، إنه كان بإمكانها إنه تمنع حدوث الجرائم. على هالأساس بيستأنفوا الحكم على تشيلسي. سوزانا حاليا موجودة في السجن، أول فرصة لإخلاء سبيلها هي في ربيع العام 2034. كانت ها نهاية قصتي المؤلمة لليوم، بتمنى تكون عجبتكم. حبايبي لو عجبتكم ما تنسوا الواجب. إلى اللقاء.